وقف ابلعب لعبوني الان عندنا بطوله والله لازم كوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. أقسم بالله العظيم والذي رفع السماء بلا عمل والذي جعل محمد نبي والذي هز الجبال، إني مشتاق لكم مرة، أقسم بالله إني مشتاق. عدنا والعود احمد يا جماعه الخير. طبعا انا رجعت مع رجعه موسم الجيمر. قبل نبدا المقطع يا جماعه الخير، حياكم الله في موسم الجيمرز في مقر فالكونز بالبوليفارد. شلون يا رايد نجي؟ بحط لكم رابط حجز التذاكر بالوصف يا جماعه، كلكم احجزوا ولازم اشوفكم وخمكم وحب روسكم واقول لكم انا اسف. باذن الله كل يومين ثلاث ايام بينزل لكم مقطع يا جماعه. الان بوريكم المقر كامل وبطب على كل جهه من جهه العياد، طبعا كل واحد عنده مكان معين، اللي عنده مطعم واللي عنده لا 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 لا. جاهزين؟ بسم الله. طبعا باقي 20 دقيقة ويطلعون الناس، فهذا تبدأ. اوه هلا وسهلا، يلا ابشر. هلا وسهلا، كيف الحال؟ شلونك؟ هلا بشيك، شلونك بعد قلبي؟ قل لهم لايك واشتراك، يلا. لايك واشتراك. ايوه يلا نصور. شكرا، الله يسعدك بعد قلبي. قل له وجه طويل. لا مو وجه طويل، لا 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 تسمع اخوك كبير. هذا المكان حقي يا جماعه الخير، ممتاز، لكن ما جهز الى الان. هنا شطرنج، هنا طاولات البلوت، في كيرم برضو، لكن الاضافات الجديده اللي بتكون وبتحدى فيها المتابعين بتكون طاوله بلياردو هنا، في بلاي ستيشنين بيكون هناك بالزاويه، فورتنايت 1 في 1 واللي يفوز له جائزه مني. امسوا بالخير. والزاويه هناك ايش بيكون؟ مجلس راي، بنسولف ونبطبط مع بعض. فعاليتك الاهم لا تنساها. وش هي؟ اهم شيء اللعبه اللي انت معرق فيها وش؟ في كلاش رويال يا جماعه الخير. طبعا هذه كل الاضافات، طبعا انا صورت لكم لاني مستعجل مره، لازم ما اقدر اقطع اكثر من كذا، فلذلك في شاشتين بتكون لعبه كلاش رويال. يا ويلكم مني، ترى ما راح ارحم احد ابدا. شكرا. هلا حبيبي، اهلا. هلا والله، هلا جديد. هلا بعد رحت هنا ولا ما رحت؟ لا. يلا تعال معي. لقينا واحد من نفس لبس ياباني، طبعا هنا الدوجو مكان للي وابو اودن. هلا شباب، انا وصديقي الجديد نبي نلبس لبسكم. ممتاز؟ يا ويلهم. انا اسف. كذاب، خلنا نسمع هنا ننطرب. دار انعرفت كيف الرد. ايوه تمي اجلك دار اشتد. هزيم الراد، هزيم الراد، هزيم الراد، هزيم الراد. الجمهور اللي يجون هنا تلبسونهم بسهم ذكور او اناث موجوده. التحدي الثاني، السيف الحديدي. ممتاز. التحدي الثالث، اي صوره عندك تقدر ترسمها بشكل انمي، بشكل مجاني. الله يرسمونك. خش عليه. وعندنا غرفة الساكي هنا عندنا هذا المفروض انه يكون رفوف مانجا، بس مبدئيا قاعدين عندك رقبوا بودكاست انمي، اول بودكاست انمي راح ينزل هنا، راح يكون قدامكم الجماهير ضيوف اساطير. طيب والشيء الثاني، اذا دخلت المكان شفتوا واحد تحديد غريب، هذا هو في الزاوية. هذا عنده شو؟ يا اكزاكتلي. طيب اوكي، هذا وش؟ بلعب 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 بلعب. تسوي ذا؟ ما ترحل. هي ناقص كثير. هي الظروف. زين يعطيكم العافية عيال. الآن وين بنروح يا جماعة؟ بنروح الملعب نقرب عليهم شوي صح؟ وقف! ملعب لعبوني الآن. عندنا بطولة. والله لازم. لا عندنا بطولة، عندنا بطولة. طيب اسمع. من اللي بيجيب هذه؟ هذول كلهم المتأهلين، اللي يفوز راح ياخذ الجائزة حقت البطاقة اللي ورا اللي هناك. اللي يجيب العرض ثلاث مرات. رايد أنت كل يوم تيجي طيح. والله ما بقى، والله ما بقى على الكورة. لا ست محاولات، جبت ثلاثة منها اللي موجودين الآن على بطاقة على بلاي ستيشن سحب عليه. أوه! الأولى! غير الكورة الكورة الكورة. أبشروا بي أبشروا بي يا إخوان. عرفت عرفت عرفت. يخاف والله. شجعوني. الياباني هذا فكني فكني والله فكني. بسم الله الرحمن الرحيم. روح تقدر روح. هوبا باقي اثنين. يلا بسم الله. يلا تفضل الان بنروح لوين؟ كراج اوبلز، نشوف صالح وش عنده وش ما عنده.
طبعا هذه سيارة صالح ما شاء الله تبارك الرحمن. اذكر الله يا جماعة الخير. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم صالح، كيف الحال؟ صالح اللي عندي قلنا بنشوف صالح ايش عنده فعاليه. الفعاليه الاولى عندنا تايم اتاك بالسياره بالجهاز. عندنا خط بدايه تدريب، تعال جرب الفعاليه. يلا في جوائز في شيء؟ اعطيك جائزه. جائزه؟ ها؟ شوف تبدا من هنا تاخذ لفه كامله، اول ما تقطع هنا بنوقف الوقت، نشوف كم ثانيه. في وقت قياسي ترى. والله؟ في وقت قياسي. كم اسرع واحد؟ 20 ثانيه. 20 ثانيه اسرع واحد؟ يا ساتر. 1 2 3. بسم الله. بيدوخ بتهج عليه. ايش ذا العرق؟ ايه جايب لكن وحش. لا 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 الحين ايه اصبر. تكفى رايت تكفى. والله بشيء. لا لا ما يمدي. لا تكفى. طمنتنا. كذاب يا كم؟ اربع ثواني. الزبده انا واثق جدا انه واحد من الجمهور من اللي عندي يبي يفوز بيقول لك انا جيت مقطع رايد. تحدى. عندنا جوائز اسطوريه ومميزه. تم. اللي يجي من عند رايد ويفوز تكفى قول. تكفون. لان لك جائزه مني. تكفون. هذه فعاليه الاولى. ها في فعاليه ثانيه؟ في الثانيه تتفرج في السياره. ما شاء الله. تفرج في السياره، هذول فعاليه. صالح طال لك تشتغل السياره. والله يمكن حدود السنتين والى الان ما خلصت، ما زلنا شغالين. بعد؟ باقي. ما شاء الله تبارك الله. اي والله يعني مشروع. تمشي ويلا بسم الله. اي هذه اطلع فر فيها انا. ما شاء الله. اي الامور طيبه زي الحلاوه. يا جماعه ما شاء الله. أركين هذيك؟ هذه 68 عمرها 53 سنة. إن شاء الله. وين؟ تقير نايم ليش؟ عادي قيادي السيارة. وأنا وعدته طبعاً وعدت رايد بإذن الله بعد الموسم بيجرب السيارة بيأخذ فيها لف وإن شاء الله نوثق لكم. إيه بإذن الله تم. والله أنه تم. إيه شو ننزل؟ اسمع تحدى ينزل الحين. يلا كيف تفتح الباب؟ لا 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 من جوه من جوه. ايوه عرف عرف. كثير كلام. بعد عسل اسمع حط 2000 years ليه. بعد في بعد اسلام. هنا عندنا وقت قياسي برضه. بعد. قطع المسار هذا المضمار في وقت قياسي. طبعا كم جاء. ان شاء الله لسه ما بدينا في وقت. افضل واحد خلال اسبوع راح يكون له بلاي ستيشن 5. الف بالله. باذن الله. يا ولد حلوه دي. يلا روح. مسلم مسلم. صح. كاملة. ها كل صدق سوق. ايه. مع اللفة. شاكر اسرع شاكر. كسر اجهزتنا. يا ساتر والله انه ممتع كنا صدق. انا اقول لكم والله صادق انا اقول انا حق بلوت ماني حق. طبعا هذه الفعاليات الموجوده عندنا. عادي يجيك واحد مثلا يحب السيارات والورش عادي يجي يستفسر منك ويسال. قبل شوي انا اجاوب عليه. هنا التكي ها؟ ابد الله يحييكم اللي عنده استفسار سؤال حياكم الله. حلوه. التكي سوالي بناخذ ونعطي ابد. قصرت يا صالح. الخدمه يا حبيبنا واي وقت. مع السلامه. اقول لكم شيء العيال مو بطيب مني كلهم هدايا مو هدايا بسوي تحدي بطوله بلوت اللي يفوز له 500 دولار هذا شيء تحدي بلياردو اللي يفوز له 500 دولار ثانيه تحدي لا فورتنايت خايف بس اقول لكم شيء فورتنايت 1 في 1 بس اجيب واحد معرك وانتم تبارون اللي يفوز عليه 100 دولار وكيرم شطرنج وكاش رويال عندك كاش رويال 1000 دولار بوزع لكم ابشروا بي لا تنسوا اللايك والاشتراك وقريتوا يا بعد عمري الان وصلنا عند بندر زين هذا عالم بندر 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 اول شيء اول شيء ابى اجرب سكيب روم في مقطع عادي ولا لا تحرق عن تابعي ترى عنده سكيب روم يقولون سكيب روم في غرفتي القديمه ما شاء الله اغراض القديمه كذا لازم يحلون لقب حلو فلا ممنوع التجريب ممتاز أوكي. طيب وش الالعاب اللي عندك بندر؟ في ماينكرافت تصير بطوله عطنا هنا عطنا هنا هنا في بطوله ماينكرافت ان شاء الله كذا راح نضبطها ممتاز في الاركيد يلعبون اركيد حلو في البطاطا الذهبيه اللي جبتها من جازان يعني وفي لها قصه كامله هنا يقدرون يقروها يعني كيف وصلت البطاطا لبندر طيب بندر أيوة. يقولون ان اليوم افتتحت البطاطا اي والله افتتحنا بندر بطاطا ودي اجرب بس والله. في شيء يا بندر اقسم بالله العظيم ما راح اجامل ما جامل بذوق وعلمهم الصدق والله العلي العظيم من جد من جد انا ما ابغى مجامله ابغى الصدق يعني واثق واثق مره ترى تعبت عليه كم صار لك وانت تشتغل على هذا من جد ما بالغ اذا قلت لك تقريبا 3 سنوات ما رضيت افتح الا احصل البطاطا المناسبه والصوص المناسب ما شاء الله اجل الان بندوق بس اسمع ما راح ادفع مجانا لا عيب عليك والله يا بعد عمري ما تدفع انا حولك يلا مشينا خندوق طبعا بندر الاشياء اللي عنده هنا ما نقدر نصورها لانه سكيب روم يعني تجي انت اخوياك تدخلون الغرفه تبدون تحلون الغاز يلا فهمتوا طب زي ما تشوفون يا جماعه ما شاء الله تبارك اللهم زد وبارك زحمه بطاطا يا جماعه زحمه فلذلك نجرب اخر شيء الان وين نروح عمر والله عنده اكلات يابانيه مطعم خاص باليابان انا ابو عمر يا جماعه وبنقيم اكله في ناس كثير يقولون افضل مطعم ياباني بالسعوديه هنا اكيد بدنا نجرب ندوق العيون ايش ابي حق الشيء كل سنه لا ابي واحد بس الصوت اللي جاهز يعني 5 ثواني يا جماعه اعطيكم الشكل ولا الطعم ولا كل شيء هنا اوصي بالعافيه كيف الطعم بالله بدون مجامله
والله اسمني امشي الموضوع خمس والله العظيم امدحه والله الحمد لله ايه وش السرعه ذي اي والله خمس ثواني سبحان يجيب لك الملعقه والهذا ما شاء الله تبارك الرحمن دجاج وهنا الرز وهنا الصوص حقهم بسم الله لذيذ مره الكعبنا لذيذ مره بالبيتنا لذيذ دفعها طلبت ونرجع اعتماد شوي هوب. يلا صور صور مع توقيعي شوف توقيعي توقيع حقي انا وين رايحين يا جماعه مكسيكو وسهلا حياك الله اول شيء مكسيكو يا مرحبا يقولون انه اسبوع اسبوعين بتغير اشياء هنا صح؟ صح في اضافات والعاب في اضافات هنا بيكون في فرقه مكسيكيه الله الله سنروري سنروري ايوه هاي البيسيات وهنا وشو؟ هنا بيسيات بيكون يلعبون ماين كرافت اللي يبغى يطقطق فيها اه وتضبطهم يعني انت اي بيجون الناس يلونونها يشخطون فيها يصلحونها اه هذه الى الوان ما جاء هنا المطعم اللي جاي عشان الان ما جربت ولا مره ابي لقمه والله والله ابي لقمه بس لقمه يمدحون سبايسي عندكم صح؟ يمدحونه مره انا بقولون ما اقدر اكل سبايسي لقمه لا لا لقمه بعدين ثلاث ايام مستشفى ما اقدر اجيب عادي لقمه واحده لا انا واحد تاكو اكسترا سبايسي وش اكسترا تمام لا والله لا والله هذا بيذبحنا يا جماعه هنا اتوقع ان نهايه المقطع لا 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 مالك نهايه المقطع مو هنا هناك هنا الاطباق صح؟ هذا ايش؟ كسادي في منها لحم دجاج وهذه؟ وهذه التاكوس في منها لحم دجاج في منها لحم دجاج ما شاء الله احنا جالسين موسم جيمز مده شهرين بعد شهرين بصير وزني 200 اتوقع والله اعلم الحمد لله طيب بلاش حلو بلاش ها؟ والله يعني حبيت لا 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 ولازم يجلسنا ويضبطنا انا هذا اكسترا سبايسي اكسترا سبايسي اذا ما اقدر ليش؟ موت والله بموت ما اقدر انه مو سبايسي اعرف سبايسي ما اوكي والله سكت عليك والله سبايسي ويلي خايف تجيب لك الساور كريم شوف 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 كيف يركض بسم الله تكفى رايد ما نبغى لا ما ادري ايش ابغى الصدق صدق صدق اقسم بجلال الرحمن الذي خلقني وسواني وعدني دام انه حلف خلاص وهذه تنمو كل فطور غدا عشاء دام انه حلف خلاص اقسم بالله 20 عيال مين بادئين انتم انا ماني مبدئ ايه 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 يا اخي كل يا اخوي كل واحده كلها طبعا هذا بطاطس بندر لا لازم نجرب الان الله خلاي طلع اسمي الله اسمك السلام عليكم معاكم المقيم للبطاطا قالك الان بنقيم بطاطس بندر ممكن تعطونا بطاطس يلا بسم الله بندر بطاطا اكيد تذوقون يلا ايه يا لا والله بندر والله العظيم والله إيه هذا حق بندر والله العظيم والله انصحكم اقسم بالله بالناس والله 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 شيء بسم الله بقانا بسم الله عطهم رايك كل امانة ساعة ونص من عشرة كل امانة رايك رايك يذوب الله الله يا بندر وكم شيء الحمد لله انهم اخوياي واحد هنا رز والثاني دجاج وهنا بطاطس والله ما ادفع ولا شيء شهرين طبعا هنا المسرح اللي يكون هنا نسوي فعاليات قبل لا نصور مع بعض نسوي فعاليات نلعب تحديات جوائز واشياء طيبه اي عادي ايش بتقول لهم ولايك واشتراك يا بعد عمري هنا المتجر قرات فيه سيوف فيه اشياء مره وهنا البوابه يا جماعه شفت البوابه هذه اول ما تدخلون خشوا يمين شلون يمين اول لفه مكاني حكم الله يا جماعه الخير ونشوفكم باذن الله مقطع سريع وكذا تنسوا لايك واشتراككم العافيه لكم على خير هلا هلا والله هلا